رتل بصورة قاف القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. وكيف حالك يا أستاذة؟ الحمد لله، نحن بخير وعافية. ماذا درسنا الآن؟ درسنا الآن الأولية. والآن أجيبوا هذه الأسئلة، أجيبوا معا. لماذا خلقنا الله تعالى؟ خلقنا لنعبده ولن نشرك به شيئا. كيف نعبد الله تعالى؟ كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا أرسل الله الرسل؟ هل ينفع العمل مع الشرك؟ لا ينفع العمل مع الشرك. هل يسمع الأموات الدعاء؟ الأموات لا يسمعون الدعاء. والآن نستمر إلى درس الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الظلم ظلمات يوم القيامة. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. مثل الذي يذكر نستمر إلى درس الأدب. أدب دخول المسجد. والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. أدب عند نزول المطر. Ada butoam. Ya bulan sambillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yali. Wa yakulu qabla al-akal, bismillah wa ba'dal amri yakul. Alhamdulillahilladzi at'amana. والآن أنتم يا عبد الرحمن أجب هذه الأسئلة. أدب عند رؤية أهل البلاء. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك بي وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ما شاء الله، ممتاز. أنت يا طهير استمر هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيا. ما شاء الله، ممتاز. ريان أجب هذه الأسئلة. ما هو أعظم الذنوب؟ الشرك بالله. ما هو الشرك الأكبر؟ هو العبادة لغير الله. ما شاء الله. رشا أجبي هذه الأسئلة. بماذا نتوسل إلى الله تعالى؟ نتوسل بأسمائه وصفاته
والأمل الصالح. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رتل بصورة قاف القرآن.